أود فقط أن أثير الانتباه خاصة بالنسبة للزملاء في هذه الكلية أن المعطيات فيما يتعلق بالنسبة لجنيات البحث تعود للموسم الجامعي الماضي، وأن عدد فرق البحث أكثر من ما جاء في الشريط بكثير. أمر ولدينا اليوم مركز وهيكل خاص بالبحث العلمي. أمر الآن إلى المستوى الكلمات الرسمية، وأطلب من سيد الكاتب العام للوزارة وسيد رئيس الجامعة أن يتفضل للمنصة لإلقاء كلماته. سيد رئيس الجامعة، كلمة سيد رئيس الجامعة الأستاذ حسن السيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد الكاتب العام لدى كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في كنس، السادة رؤساء المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة الملك إسماعيل، زميلتي زملائي الأساتذة والموظفون الإداريون والتقنيون، أيها الحضور الكريم، نحتفل اليوم بتنصيب الأستاذ الدكتور أحمد المحمودي عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس لولاية ثانية وأخيرة. هذا التعيين والذي سبق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 30 ذي الحجة 1438 الموافق 21 شتنبر 2017 تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة هو تتويج لمسار مهني مملوء بالإنجازات والعطاء والنتائج الجيدة التي أبان عنها الأستاذ المحمودي خلال الولاية الأولى الممتدة بين 2013 و2017، بحيث عرفت المؤسسة استقرارا ملحوظا لا على المستوى التدبير الإداري ولا على المستوى الأكاديمي والبحث العلمي. ومن جانب البحث العلمي فقد عرفت المؤسسة قفزة نوعية من خلال اعتماد عدة هياكل علمية توجت بالأخير في السنة الفارطة بإنشاء مركز للبحث العلمي الذي يعتبر ثالث مركز داخل جامعة ملك إسماعيل، والذي سيعطي المؤسسة لا محالة في ذلك إشعاعا وطنيا ودوليا إن شاء الله. أما على مستوى البنية التحتية فقد شهدت المؤسسة تطورا هاما فيما يخص هذه البنايات وخاصة بالتدريس، كما تم ترميم عدة مدرجات وإنشاء قاعة للمحاضرات وعدة منشآت أخرى. قد قام الشريط بإعطائنا نبذة على ذلك. وهذه المناسبة كذلك وجب شكر كل من ساهم في استقرار وازدهار كلية الآداب والعلوم الإنسانية التي تعتبر اليوم من أهم المؤسسات داخل جامعة ملك إسماعيل، وكذلك من أحسن الكليات الآداب والعلوم الإنسانية على الصعيد الوطني. ولا تفوتني الفرصة أن أشكر كل من ساهم في ذلك، وأخص بالذكر
السيدات والسادة الأساتذة على انخراطهم الإيجابي سواء على المستوى الأكاديمي أو البحثي. كما أتقدم بالشكر الخالص للسيدات والسادة الموظفون الإداريون والتقنيون على المجهودات والعطاء الإداري اللامشروط. كل هذه المجهودات بالطبع هي لصالح طالب كلية الآداب والعلوم الإنسانية الذي يعتبر اليوم من أجود الطلبة من حيث التكوين. كما لا تفوتني الفرصة كي أقدم تشكراتي لسعد الله الخضر الذي واكب الولاية الأولى مع السيد العميد وقام بمجهودات جبارة داخل الإدارة، إدارة كلية الآداب والعلوم الإنسانية. خلفا له فقد تم تعيين الأستاذ إيلي العمر الذي أتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه التي بالطبع هي ليست سهلة، ولكن بالنظر إلى القدرات التي يتوفر عليها السيد العمر فأنا باليقين أنه سينجح إن شاء الله في مهمته. حضرات السيدات والسادة، إن الجامعة، جامعة مولاي إسماعيل بصفتها شريكا فاعلا في مجال التنمية الاقتصادية وخدمة لمحيطها الاجتماعي تعمل على مواكبة متطلبات التنمية لتوفير المسالك المعرفية وبنيات التكوين والمحتلمي والموارد البشرية والمادية التي ولا شك ستلبي الحاجيات التنموية للبلاد وتمكن من إعداد الشباب للانخراط في الحياة العملية. وفي هذا الإطار تسعى جامعة مولاي إسماعيل منذ إنشائها إلى تطويرها أكاديميا ضمن منظومة التعليم العالي من خلال اهتمامها بالطالب ومتابعته ودفعه نحو التميز والاقتدار لبناء جيل يحمل على عاتقه مستقبل الأمة، مستقبل الوطن العزيز علينا. لذلك دأبت الجامعة إلى العمل الجاد للحصول على مكانة مرموقة وسمعة رفيعة لتكون من بين الجامعات المغربية المتميزة في مجالات البحث العلمي والتعليم والإدارة والخدمات، وذلك من خلال توفير بيئة ملائمة للطلبة ولكل الطاقات المتواجدة داخلها. فهذه السنة 2017-2018 فقد عرفت الجامعة ارتفاعا ملحوظا فيما يخص المسالك المعتمدة، حيث وصلنا اليوم إلى 150 مسلكا معتمدا موزعا بين دبلومات وإجازات وماسترات وإجازات مهنية وإلى غير ذلك. كما عرفت هذه السنة ارتفاعا ملحوظا من حيث الطلبة، حيث مرنا من 60,000 طالب إلى 64,000 طالب هذه السنة، وكذلك العدد بالنسبة للأطر التربوية فقد تجاوزنا هذه السنة نسبة 913 أستاذ باحث وأستاذ باحث. أما فيما يخص الطاقم الإداري فقد وصلت الجامعة إلى 600 موظفة وموظف. أيها الحضور الكريم، منذ تولينا رئاسة جامعة مولاي إسماعيل سنة 2015 ونحن نعمل مع جميع الشركاء داخل الجامعة على خلق فضاء شفاف يشجع على العطاء والتضحية، فقمنا بالتواصل المباشر مع الأساتذة والموظفين خلال لقاءات تواصلية وعلى صعيد كل المؤسسات الجامعية التابعة للجامعة. كما وضعنا استراتيجية واضحة للمعالم لتطوير الجامعة، جامعة مولاي إسماعيل، وذلك بخلق هياكل للتدبير الجيد. فقمنا بخلق عدة قوانين لتدبير الحركية الدولية، تنظيم الندوات والملتقيات العلمية والفكرية، وكذلك خلقنا مسحة قانونية تتيح لجميع مكونات الجامعية الفرصة
للاستشارة في ما يخص المشاكل القانونية والاقتصادية. كما عملنا على رسخ عدة هياكل أخرى مثل مرصد جامعي لتنمية البشرية وعدة مراكز البحث العلمي والتقني وكذلك أقطاب علمية مثل القطب الجامعي للنباتات الطبية والعطرية. كل هذا لجعل الجامعة مهيكلة ولإعطاء المزيد من التشجيع لكي يصبح الأستاذ يمتلك جامعته ويعتبرها بيت منزلة لكي نضحي جميعا من أجل الرقي بها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد الرئيس. الكلمة الآن السيد الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني ليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السيد رئيس جامعة مولاي إسماعيل وصديقي الأستاذ حسن السبي، السيد عامل كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة مولاي إسماعيل، السادة ومدى المديري مؤسسات جامعة مولاي إسماعيل، زميلاتي وزملائي الأساتذة، حضرة السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. يشرفني أن أشارككم اليوم حفلة تنصيب الأستاذ أحمد المحمودي الذي جددت فيه الثقة عميلا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية من كناس خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 21 سبتمبر 2017. وبهذه المناسبة أوجه تهانيي الصادقة للأستاذ أحمد المحمودي على الثقة التي حظي بها من طرف السيد رئيس الحكومة بتعيينه لولاية ثانية على رأس هذه المؤسسة العلمية الهاتفة. ولعل حصيلة خلال الأربع سنوات الماضية وكفاءاته وتكوينه العالي والتجربة التي راكمها خلال مساره المهني كفيلة بأن تشكل حافزا للاستمرار في ممارسة مهامه والعمل على إتمام ما بشره من مشاريع وأشغال خلال ولايته المنتهية. حضرات السيدات والسادة، كما في علمكم في هذا التعيين تنزيلا لمقتضيات الفصلين 42 و92 من الدستور وتفعيلا لمقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالتعيين للمناصب العليا والنصوص المتخذه لتطبيقه والقانون 5010 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والتي تضم تكريس مبادئ ومعايير الاستحقاق والكفاءه والشفافية وتكافؤ الفرص وعدم التمييز والسعي إلى المناصفة في مجال التعيين في المناصب العليا. إن القانون 010 المتعلق بتنظيم التعليم العالي بوضعه أسس استقلالية الجامعة المغربية حدد العناصر الضرورية لجعلها مؤسسة مسؤولة ومتجانسة مع مهامها الطبيعية منفتحة إلى تحقيق نمو منفتحا على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وذلك في إطار دينامية دائمة تهدف إلى تحقيق نمو حقيقي للمعرفة والمهارات وتكوين الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة القادرة على مواكبة التحديات المطروحة على المستويين الوطني والدولي. وفي هذا الإطار يعتبر الدور المنوط بعميد الكلية محوريا من خلال منظوره واستراتيجيته ومقاربته لجعل هذه الكلية فضاء
يحيي المواطن الألفية الثالثة باعتباره طرفاً كامل العضوية في مجتمع المعرفة، من دور يستبق التحولات السريعة للعالم الاقتصادي والاجتماعي ويحدد العمليات التي يتعين مباشرتها استجابة لمستلزماتها في المجال التكويني والبحث. حضرات السيدات والسادة، إن مؤسساتنا الجامعية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالعمل على الانخراط في الديناميكية التي تشهدها بلادنا على كافة المستويات، وذلك من خلال تنمية أدائها وتحسين مردوديتها الداخلية والخارجية والرفع من جودة التكوينات التي تتيحها في انسجام تام مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي نفس السياق، تعمل الوزارة حالياً على إطلاق العديد من الأوراش المهيكلة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مستندة في ذلك إلى أسس ورافعات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وكذا توجهات البرنامج الحكومي 2016-2021، إذ تباشر حالياً بالتنسيق مع مختلف الشركاء والمتدخلين عملية تنظيم لقاءات جهوية في مختلف الجامعات ستكون فرصة للنقاش والتحاور حول تقييم وتطوير النظام البيداغوجي الحالي، وستتوج بعقد لقاء وطني لدراسة الخلاصات والمقترحات والتوصيات التي ستسفر عنها اللقاءات الجهوية. إن الإصلاح البيداغوجي الذي تعتزم الوزارة القيام به يهدف بالأساس إلى تطوير التكوينات بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، أخذاً بعين الاعتبار الدينامية التي يشهدها المحيط السوسيو اقتصادي والمستجدات التي يعرفها نظام التربية والتعليم عبر العالم. حضرات السيدات والسادة، إن ممارسة المهام المنوطة برئيس مؤسسة جامعية تقتضي بطبيعة الحال المساندة الكاملة لكافة مكونات هذه المؤسسة من أساتذة وموظفين إداريين وتقنيين وطلبة، وأغتنم هذه الفرصة للتنويه بالعمل الجاد والجبار والقيم العليا للأساتذة الباحثين والموظفين والإداريين والتقنيين بكلية الآداب والعلوم الإنسانية. وأخيراً، أجدد متمنياتي للنجاح والتوفيق للأستاذ أحمد المحمودي، وأشكركم على انتباهكم. والصلاة والسلام. شكراً للسيد الكاتب العام على هذه كلمة توجيهية. كلمة الآن الأستاذ أحمد المحمودي، يتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحبه. السيد الكاتب العام لكتابة الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي، السيد رئيس جامعة ابن إسماعيل، السادة رؤساء المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة ابن إسماعيل، زملائي الأساتذة، إخواني الموظفين والإداريين، أيها الحضور الكريم. بداية، أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد الكاتب الدولة الذي الكاتب العام الذي حضر بنفسه شخصيا لترقص هذا الحفل الذي تنظمه جامعة ابن إسماعيل بمناسبة تنصيب المرات الثانية عاملا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية إكراس. كما أشكر أيضا حكومة صاحب جلالة على الثقة التي وضعتها في شخصي، وكذلك على الاختبار وشؤون هذه المؤسسة. لم يرى أن ورش الإصلاح الذي انطلق قبل 4 سنوات
بالكلية قد حقق بعض أهدافه، ولا شك أن التقرير الذي شاهدتموه قبل قليل يجسد المجازات التي تحققت والمشاريع التي هي في طور إنجاز، وهو أمر لم يكن يتحقق لولا وجود استراتيجية واضحة المعالي ترتكز على الحكمة الجيدة وسياسة القرب والتشارك مع كل مكونات المؤسسة، وأيضا الدعم المتواصل للسيد رئيس جامعة الملك إسماعيل. وبصدق السيد الكاتب العام، فأنا جد متفائل بهذه الإنجازات على الرغم من الإكراهات، وأعتقد أن الفضل كله أو جله يرجع بالأساس إلى الانخراط الكامل لكل مكونات المؤسسة من قطوة طلابية وإدارية وطلبة في عملية البناء لترسيخ ثقافة الجامعة وجعل المؤسسة أكثر حداثة ودينامية واندماجا في محيطها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. وبالطبع السيد الكاتب العام، استطعنا في هذه المؤسسة أن نرفع التحديات ونحقق مكاسب تفتخر بها جامعة الملك إسماعيل. وأذكر على سبيل المثال تنوير وتجديد العرض البيداغوجي للطلبة، وذلك بإحداث مسلك في الدراسات الإسبانية، وفي السنة المقبلة سيتم فتح إن شاء الله مسلك في الدراسات الأمازيغية. ثانيا، إحداث مركز البحث يضم 7 مختبرات، والذي نعول عليه في هذه المؤسسة أن يكون قاطرة للبحث العلمي بالكلية. ثالثا، إحداث مقطع خاصة بالكلية لتشجيع التأليف والنشر بالمؤسسة. رابعا، إحداث نافذة في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بالكلية للتواصل مع العالم الخارجي والتعرف عن قرب على منتوجات علمية والثقافية والرياضية للمؤسسة. سيد الكاتب العام، إن كلية الآداب قادرة بما توفر عليه من إمكانات بشرية وما تحفل به من تجارب متراكمة في مختلف المجالات على السير أبعد مدى إذا ما توفرت الشروط والإمكانات، لأن العزيمة قوية والارتباط بالمؤسسة متجدر في سلوكنا وأخلاقنا. لا شك السيد الكاتب العام أن المشاكل التي تعرفها كلية الآداب مرتبطة بالخصوص بالمشاكل التي تعرفها الكليات ذات الاستقلال المفتوح، وعلى رأسها مشكل الاقتدار أو كما يحلو البعض سميته بالإقبال. لذا السيد الكاتب العام، نطلب منكم الاشتغال على هذا الموضوع وجعله من أولويات اهتماماتكم بالوزارة لضمان الجودة والتنافسية الشريفة في المؤسسات الجامعية. ولا أخفيكم السيد الكاتب العام أن مشكل الاقتدار بالمؤسسة أصبح شريكا معنا وحاضرا باستمرار في قراراتنا، وهو يلازمنا في بداية السنة الجامعية في التسجيلات، ويتابع معنا الدروس في القاعات، ويشاركنا في الامتحانات، وهو لا يفارقنا إلا في الأيام العطل والأعياد. وبالتالي فقد ارتبطنا به وارتبط بنا، ولا نقدر على فراقه إلا إذا جاء الفرج من طرف وزارتكم، وسنكون لكم شكورين على إخبار هذا الشبح المخيف الذي أرهبنا ويرهبنا في سبيل شؤون مؤسستنا. السيد الكاتب العام، مرة أخرى شكرا لكم على حضوركم لترقص هذا الحفل، ولا تفوتني هذه الفرصة دون أن أتقدم بالشكر والتقدير للسيد رئيس جامعة الملك إسماعيل الذي له نصيب وافر في ما حققته كلية الآداب من مكاسب في جميع المستويات. وقبل أن أختم هذه الكلمة، أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور عبد الأخضر الذي كان نائب العميد خلال مدة سابقة، والذي رافقني خلال هذه المدة بكل سفاء وإخلاص. كما أتمنى للأستاذ عمر إيدي نائب العميد الجديد كل التقدير وكل أتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته الجديدة، وشكرا لكم.
كرامي السيد علي استاذ احمد المحمودي، املنا جميعا ان تسير هذه المؤسسه الى الامام وان نراكم اكثر مما راكمناه خلال الولايه السابقه. لي امل ولي ثقه كبيره بان زملائنا سواء على مستوى الاساتذه الباحثين او على المستوى الاداريين لهم قناعه لان هذه المؤسسه يمكنها ان تمشي الى الامام بشكل اكبر. وفقنا الله جميعا لما فيه خير الجامعه المغربيه وخير طلبتنا. اشكركم جميعا على حضوركم وانتم مدعوون لحفل شاي في بهو الخضار، فمرحبا بكم.